الدعاء سلاح المؤمن. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل عندك سلاح؟ السؤال الثاني: إذا كان عندك سلاح فهل تعرف كيف تستفيد من السلاح؟ السؤال الثالث: إذا كان عندك سلاح وكنت تعرف كيف تستفيد من السلاح ولكن تعرف مدى تأثير هذا السلاح أم لا؟ سواء في ذلك، في هذه الأسئلة الثلاثة، السلاح العادي، هذه الأسلحة العادية، أو السلاح الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله، الدعاء. لاحظوا، نمثل بهذه الأسلحة العادية. مرة شخص ما عنده سلاح، طبعا هذا الشخص في الأخطار الأمنية هذا الشخص لا يتمكن أن يدافع عن نفسه، إذا كان عنده سلاح وهو لا يعرف كيف يستخدم ويستعمل هذا السلاح، الكلام لا يتمكن أن يدافع عن نفسه في وقت الخطر الأمني، إذا كان عنده سلاح وكان يعرف كيف يستعمل هذا السلاح ولكن لا يعرف مدى تأثير هذا السلاح، استفادته لا تكون تامة. لقتل الذبابة يستعمل الـRPG مثلا، أو لإسقاط طائرة حربية متطورة جدا يستخدم سلاحا عاديا صغيرا، لا يستفيد. نفس هذه المعادلة موجودة بالنسبة إلى هذا السلاح، سلاح الدعاء. البعض يفقد هذا السلاح، ما عنده الدعاء، لم يعطى الدعاء العياذ بالله تعالى. لم يعطى الدعاء، لا أقصد أنه لا يدعو، لا، دعاؤه كلا دعاء. لا أريد أن أتوقف هنا. البعض أعطي الدعاء، دعاؤه دعاء ولكن لا يعرف كيف يدعو،